استريحوا يا جماعة الله يسلمك. في حقيقة قبل أن أبدأ أجدني في غاية الحياة أمام هذه الأنوار الساطعة والجهود المباركة وأنا صاحب الله المستعان، ولكن حسبي أن أكون أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال صراحة الدليل أن الفقرة ناجحة وصراحة أن نماذج تقدر الله يسعدك يا شيخ الفقرة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم في الله ياسر محمد عبد الله القاضي إمام مسجد جامعة العلوم الإسلامية العالمية طبرقور. إن شاء الله سنقرأ الآن برواية ورش نعمان. أخونا من مصر، هذه تحية لمصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ياسر محمد عبد الله القاضي من مركز طارق. الطالب أنس خالد الصالح من مركز ابن القيم. الطالب عبد الرحمن هاني عبد اللطيف الجن من المركز العاشر الشمالي. الطالب حاتم يوسف عبد الفتاح العزي.